سأل تلميذ أستاذه في مادة اللغة العربية: أستاذ، ما هي أسباب هذا الوضع المتردي الذي يعيشه العالم العربي والإسلامي؟ جواب الأستاذ: اسمع يا ولدي، لما تكون الأخلاق فعل ماضي والوحشية والقتل والتدمير والاستيطان والاغتيال فعل أمر، والسياسيون فاعل، والشعب مفعول به، والمال مفعول لأجله. يا ولدي، عندما تكون الرواتب ممنوعة من الصرف والضمير غائب والوطنية خبر كان، عندما يكون الصدق منفي والمصلحة مبتدأ والوطنية في خبر كان، عندما يكون الصدق منفي والكذب توكيد والانتهازية مفعول مطلق والوظيفة أداة نصب والموظف حرف جر والخزينة اسم مجرور والفقر حال الناس، اسمع يا ولدي، عندما تكون الأوجاع ظرف والحياة جامدة والسرور مستثنى، فلا تتعجب يا ولدي حين يصير مستقبلنا مبني للمجهول ونحن كعرب لا محل لنا من الإعراب. اسمع يا ولدي، لما تكون الأخلاق فعل ماض والوحشية والقتل والتدمير والاستيطان والاغتيال فعل أمر، والسياسيون فاعل، والشعب مفعول به، والمال مفعول لأجله، اسمع يا ولدي، عندما يكون الفساد صفة والرواتب ممنوعة من الصرف والضمير غائب والمصلحة مبتدأ والوطنية في خبر كان، اسمع يا ولدي، عندما يكون الصدق منفي والكذب توكيد والانتهازية مفعول مطلق والوظيفة أداة نصب والموظف حرف جر والخزينة اسم مجرور، يكون الفقر حال الناس والأوجاع ظرف زمان ومكان والحياة جامدة والسرور مستثنى، فلا تتعجب يا ولدي حين يصير مستقبلنا مبني للمجهول ونحن كعرب ومسلمين لا محل لنا من الإعراب. رقتني كثيرا هذه التدوينة واطلعت عليها عبر قناة تدعى قناة التغيير، وللأمانة العلمية سأعيد نشر في نهاية هذا الفيديو هذا النص كما ورد في أصله. شكرا لكم.